في القيادة. زهرة بنشوفها في الشارع دلوقتي كتير جدا، الاغترار بالسرعة وخصوصا في سن الشباب يكثر عليا. ازاي انت فاكر نفسك ايه؟ انت عايز تزقني هو سبق ولا ايه؟ طب اوريك بقى، طب خد غرزة بقى، حاجات بنشوفها في الشارع. وطبعا لو حصل بقى مشكلة واحتكاك نتفرج على الخناقات ونتفرج على الالفاظ اللي مش ممكن تتقال وعلى النرفزة الفظيعة من اول بس ما يفتحوا باب العربية ويرزعوا. طبعا ظاهرة مؤسفة جدا، هيكلمنا عنها دكتور محمد ابو فرحة. يسعد صباحك الاول. يسعد صباحك. اللي قلناه ده بنشوفه في الشارع كلنا. لا ده هو يعني المواضيع كبرت قوي دلوقتي، يعني احنا كان زمان كده فن وذوق واخلاق وحاجات شيك وحاجات جميلة، وتفضل حضرتك، لا تفضلي حضرتك، لا السيدات الاول، لا كبار الاول، لا الناس اللي يعني تلاقيهم هاديين كده، فتلاقوا الدنيا كانت جميله قوي. السنة بتعرض الكلام ده باشكال بتخلي الواحد يقعد يقول يا زمان، طب الناس كترت قوي، طب هو معنى الناس تكتر ان الناس يعني تعمل قواعد جديده؟ في فرق كبير قوي ما بين القواعد والقوانين، عشان قبل ما ادخل في جول انت عملت قوانين جديده قلت لهم لا انا رفضت شويه قواعد، القوانين دي قوانين المرور، دي بتاعت المرور اللي هي اصلا موجوده ومش مطبقه. يعني مش هنتكلم في القوانين، تعالوا نتكلم في الواقع، الواقع هو القواعد. انا بدات ارصد قاعده، جبت معايا ورقه النهارده وقعدت اذاكر شويه واخد، لان انا يعني اخد بقى فكره كويسه قوي بالبحث، فلقيت في قواعد جديده زي قاعده البوز بيز. ايه البوز بيز؟ انا قعدت اسال يا جماعه ايه البوز بيز؟ اللي يدخل في بوز الاول ده اللي يمشي الاول، واللي خاف على عربيته بيتعامل بمبدا ضرب الاعور على عينه، قالوا ما هي عاميه عاميه. يعني ايه؟ يعني بقت في قواعد كتير وبيحطوها الشباب ويتكلموا عليها عادي جدا، والموضوع يعني فاني خالص وحلو. يعني هو يقول عربيتك شكلها متدغدغ وعربيتك متينه وعربيتك ما يهمهاش، فتبدا تاخد بالك. لو العربيه شايفها متخبطه يبقى الراجل ده ما بيهموش، يبقى الراجل ده طب حضرتك الاول على طول. ده الاولاني. الثاني بقى تلاقي واحد لا هو داخل ببوزه، ما دام داخل ببوزه مش مهم بقى هو يمين شمال، هو المفروض مستعجل مش مستعجل، مالهاش قاعده. اللي يدخل ببوز عربيته الاول ده اللي المفروض يمشي الاول. دول اول قاعدتين واحنا بنرصدهم. قعدت ارصد لحد ما لقيت حاجه و20 قاعده، حاجه و20 قاعده كلهم غراب قوي. من ضمنهم قاعده الاشارات بتدل على تعاملك مع اعدائك. مين الاعداء دول؟ اللي في العربيات الثانيه يعني، بحيث ان انت تدي له اشاره يمين وعلى طول اول ما يجي يمه الشمال تروح انت داخل شمال كسر عليه على طول، يبقى هو يضرب فرامل او يطلع فوق الرصيف. الف مبروك. اللي حصل حادثه بسيطه يعني، حاجات بسيطه كده حكوا على بعض والكلام ده نبدا نشوفه لا بيترصد فعلا في الواقع ما بين الشباب. طب ليه؟ لان هم يعني عندهم حاجات كتير قوي بتبقى ذهنيه ونفسيه موجوده، ونبدا ناخد بالنا منها قوي. القواعد اللي بتتكلم اللي بتقوله ده يا دكتور محمد على فئه الشباب فقط ولا في اكبر كمان من السن ده من سن الشباب؟ شباب القلب. لان شباب القلب ده احنا اللي بنتكلم عليه على فكره، هو فكر سلبي، هو فكر عنيف قوي، هو منتشر قوي او اكتر ما بين الشباب. لكن كتير جدا من الناس اللي بيتصابوا بقى، يعني عايزين نقول هي انا مش شايف ان هي افعال شباب، هي افعال صبيانيه. الافعال الصبيانيه ممكن تبقى موجوده في رجاله كبار عادي خالص مش موجودين، وده ممكن نشوفه في مجتمعنا او في المجتمعات على رجل عموما، لكن في مجتمعاتنا ظاهره قوي. يعني بتخليكي لما تسافري في اي مكان في العالم تعرفي زي ما بنشوف، لا ده هو دوت متعلم بطريقه معينه، اصبحت الطريقه المعينه ديت ممكن يبقى شاب ويكبر عليه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في النقطه دي، انه احنا بنتكلم على بره، انا لسه في بدايه حوارنا في يسعد صباحك في الفقره الاخباريه كنا بنتكلم على خبر بيقول ان في 7000 ضحيه حوادث العنف والسرقه حاجه و50 سنويا ضحيه قتل حوادث بالظبط موجودين في مصر بس، ربنا يعافينا. لكن نفس السائق اللي حضرتك بتتكلم عنه سلوكه الهمجي سلوكه العنيف في القياده، هو نفسه لو اتوجد في بلد من البلاد حضرتك بتتكلم عنها بيلتزم، يعني هو بيلتزم زي الامريكي زي الاوروبي زي الاسباني زي العربي. نعم. في اي منطقه حتى عربيه بتطبق قواعد المرور وقوانين المرور. حضرتك قلت في قواعد وفي قوانين، الاثنين بيطبقوا، فالخلل هنا فين؟ هقول لك. هو انت عارفه في قاعده الرابعه لما كنا رصدناها، لما يبقى في مسافه ما بين العربيتين عندنا هنا، لو في مسافه ما بين عربيتين في حد هيسرقها هيدخل في النص. ما تسمحش لاي حد ان هو يدخل في النص، ما حدش يسرقك يعني، ما حدش ياخد المكان اللي المفروض تبقى موجود فيه. فبقى ما فيش اي مكان موجود ما بين العربيتين علشان ما تتسرقش. ده قانون جديد، ده قانون جاي من السلوكيات. السلوك اللي بيبقى موجود في الفكر بتاعنا السلبي نتيجه، مش هنقول الزحمه، الزحمه موجوده في كل حته في العالم، العدد السيارات موجود، الزحمه والفوضى
بالظبط. هو ده اللي احنا عملنا حلقه هنا كانت في القاهره فوضى كبيره او هي فوضى يعني مش الفيلم، لكن هي احنا اتكلمنا في الكلام ده بالتفاصيل. الفوضى اللي موجوده في السلوك عشان نبقى فاهمين، لان احنا لما بنيجي نلاقي الاشارات المرور نلاقي عندنا قاعده موجوده ما بين الشباب، لما ترصديها ما بين الشباب هم دول الرجاله، ما هم دول اللي ماشيين في الشارع، يقول لك ان على فكره الاشارات مش موجوده عشان نمشي بيها، الاشارات موجوده عشان نبان في البلد. البلد بلد محترمه وبلد متقدمه وفيها يعني ما ينفعش لازم فيها اشارات والوان. لكن هناخد بالنا من الكلام ده في نقطه، يعني نقطه بتتقال كتير قوي يمكن مش في التلفزيون لكن نقولها احنا كلنا قاعدين مع بعض ويسعد صباحكم. يعني بيقول لك ان حد ركب واحد اجنبي ركب مع سواق في المطار، هي نقطه عشان محدش يزعل، ركب مع سواق في المطار وجاي من المطار نازل وسط البلد في اوتيل في وسط البلد، فلقى الاشاره حمراء، فراح الراجل معدي بسرعه جدا، فالراجل الاجنبي حاسب الاشاره حمراء انت بتعمل ايه يعني؟ فقال له لا انت معاك سواق بروفيشنال. طيب يعني الراجل سكت، فلقى اشاره حمراء تاني والراجل راح ماشي بسرعه جدا، فرجع قال لا انت معاك سواق بروفيشنال يعني ما خد بالك. المهم عملها في ثالث اشاره رابع اشاره، وصل عند الاوتيل فلقى الاشاره خضراء الدنيا فاضيه خالص، راح السواق واقف خالص. الراجل بيقول له يعني الاشاره خضراء ما تمشي، قال له لا يكون في واحد بروفيشنال جاي كده ولا جاي كده. واحد بقينا حطها السواق، دي الخلاصه. مش مهم ان القانون يبقى موجود قد المهم ان الناس تبقى بتلتزم بالقوانين، مش مهم ان تبقى في قواعد تكون منضبطه او غير منضبطه، المهم السلوكيات في المجتمع تبقى كلها معروفه مع بعض. لان للاسف من كذا سنه انا شخصيا بقيت بقابل حد في المطار مش سواء انا امشي سواء البروفيشنال، لكن بقيت اقف في الاشارات بقى الناس بقى اللي معايا يضحك عليا. بس حضرتك لما بدا تطبيق بقى الاشارات الالكترونيه في بعض المناطق في مصر، في المهندسين وفي بعض الاشارات في مصر الجديده وروكسي، بدأ يقفوا. فهل احنا محتاجين رقابه خارجيه وقانوني رادع علشان نلتزم بيه، ام انه ممكن يكون عندنا رقابه داخليه على انفسنا؟ هو ده السؤال. هو حاجتين، القانون ده مسؤوليه الدوله ومسؤوليه النظام، وده اللي بيتحط ويبقى مسؤوليه التطبيق كمان ان هو يطبق مظبوط. وده ما بيزعلش اي حد النهارده اللي بيجي يمشي بسرعه فينزل يدفع 150 جنيه زي الشاطر كده بيدفع 150 جنيه، والموضوع هو عنده ظروف وبيدفع قيمتها وخلاص، المساله اصبحت فيها احترام فيها التزام بالقوانين وده شيء رائع. لكن مع الالتزام بالقوانين اللي بتحطها الدوله واللي بيطبقها رجل الدوله، في ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده كلام واضح جدا. سلوكيات الفرد، احنا اللي محتاجين يبقى عندنا رقابه داخليه، احنا اللي محتاجين نبقى فاهمين كويس قوي. الحكايات الطويله اللي بنسمعها عن واحد الماني كان سكران، هو راجل سكران، لكن يجي مثلا حد يقول لك ده رغم ان هو سكران فنزل ماشي وخد بعضه وراح عمل يوتيرن، فالاشاره قالت حمراء فوقف وهو ماشي، وقف في الاشاره وبعد كده لف وبعد كده جه، ويقول لك تعامل بالظبط ان هو كانه سايق العربيه بالظبط، وتعامل مع النظام بدقه شديده جدا. علمني بقى وقف الاشاره الحمراء وبعدين مشي لما الاشاره بقت خضراء حتى بتاعه المشاه. فهم بيقولوا الناس بتضحك عليه وسكران، لا هو بقى عنده نظام سيستم اللي بيقول عليه. عشان كده انت قلت راجل هو بقى لاواعي، هو فعاله اللاواعي بيتعامل مع النظام. احنا عندنا دلوقتي شويه نظام اللي احنا بنقول عليها اللي نشأ عليه. احنا النهارده بنغير. يسعد صباحك بيدي فكره ايجابيه، البرنامج اللي بنقوله في الكلمتين اللي بنقولهم بندي بيها فكره ايجابيه، بنزرع بيها بذره، البذره بتبقى جوه الارض الانسانيه بتاعتنا احنا كبشر. احنا مصريين من احسن الناس اللي ممكن تنمو عندنا الفكره كويس قوي اللي نطلع منها بشجره وثمره. الشجره والثمره دي بنقولها ما عندناش سلبيات كتير قد ما عندنا عدم اتباع الايجابيات اكتر، يعني في سلبيات طبعا، في غلط، لكن المهم ان احنا نبدا نطور من نفسنا ونبدا نغير من نفسنا للافضل، ونبدا نرجع لزمن الذوق والفن والاخلاق، ومش بس القياده الجميله اللي بتبقى في العربيات، في كل سلوكياتنا وكل حياتنا. في قاعده مروريه بقى. الله يسلمك يا رب. اوعى تكون دي حته مروريه. والله انا مش عارف لحد دلوقتي يعني، بس هي الحمد لله على كل حاجه، بس قال لي خلق في المفصل انا مش عارف من ايه يعني. في بقى قاعده مروريه مش من القواعد اللي انت قلتها، هم كام؟ 20 قاعده؟ لا ده دي شويه قواعد، احنا جمعنا 20، انا قعدت اجمع شويه 20. في قاعده مروريه يعني هي ايجابيه، بس ايجابيه بين يعني الشباب بعضهم وبعض او سائقي السيارات بعضهم وبعض، بس هي مش ايجابيه بالنسبه للمرور يعني. ان هم مثلا على الطرق السريعه بيدوا علامات لبعض ان في رادار علشان لو عايز تمشي بسرعه خد بالك في رادار. انا هقول لك حاجه وخلوا كلامنا كلام يبقى منطقي بسرعه، يعني دي تجربه شخصيه جدا. في انجلترا مثلا على سبيل المثال، وكان موجود في امريكا وفي بعض الدول الاوروبيه، اعتقد بقى موجود في مصر دلوقتي على المحور،
هو بيديك الهدف، الهدف مش ان النظام يمسكني او يقفشني او انه يضرني او انه يدفعني فلوس، ده مش المطلوب. المطلوب المحافظة على النظام، المطلوب المحافظة على الأرواح، المطلوب المحافظة